أينما كنتم، وحلقة جديدة وضيف جديد من برنامج العراب. ضيفي لهذا الأسبوع مدير عام الطب الرياضي والعلاج الطبيعي في وزارة الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة العراقية لمكافحة المنشطات، وعضو أو ممثل عن العراق في إقليم غرب آسيا لمكافحة المنشطات، الدكتور حيدر رحيم وهاب. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في دائرتكم، دائرة الطب الرياضي. الله يحفظك دكتور. احنا اليوم يعني ارتينا انه نخلي الحلقة مالتنا مختلفة او مميزة جهد الامكان، ونسلط الضوء على الطب الرياضي لما يحمله من أهمية قصوى لخدمة الرياضة العراقية وكرة القدم والرياضة العراقية بصورة عامة. فاليوم احنا هنا يمك، اليوم نريد نسمع من عندك الطب الرياضي شلون دا يتعامل ويا الرياضات بصورة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكادر العراقية الرياضية في دائرتكم دائرة الطب الرياضي. دائرة الطب الرياضي من الدوائر العامة في وزارة الشباب والرياضة، تقع عليها مسؤولية تقديم الخدمات الطبية العلاجية والصحية للرياضيين في اتحاداتنا الرياضية ومؤسساتنا الرياضية كافة. كذلك تقع عليه مسؤولية رفد هذه المؤسسات قدر المستطاع من الملاكات الطبية في حال مشاركتهم في مشاركات رياضية خارجية أو داخلية ومحافل رياضي. كذلك أيضا لدينا مسؤولية رسم خطة توعوية سنوية نستهدف بها الشباب، باعتبار وزارتنا وزارة الشباب والرياضة. تتضمن هذه الخطة لمشاكل صحية يعاني منها الشباب من أمراض انتقالية والتدخين والإدمان، وكذلك الملف المهم والأهم في دائرتنا هو ملف مكافحة المنشطات الرياضية. هسه احنا هاي مال المنشطات الرياضيه عندنا يعني مخليلها محور كامل انه نتحدث بهذا الشان. اليوم احنا نريد نعرف انتم طريقه دوركم وتعاملكم مع الانديه الرياضيه. نعم. المنتخبات شلون هذا راح يكون؟ يعني البعض يقول انه مثلا موضوع الطب الرياضي في منطقه مظلمه او يعني ما مسلطين الضوء عليها، واحنا ما نعرف الاليه بين المنتخب وبين الطب الرياضي وبين الانديه شلون ماشيه. ممكن انه تحدثنا عن هذا الشيء؟ تمام. استاذ محمد، الملف الطب الرياضي من الملفات المهمه والداعمه للرياضه في كل العالم، وهذا التخصص مهم جدا ومتواجد بشكل يعني يرتقي الى مستويات التطور المستمر، باعتبار الرياضه اصبحت شيء مهم للمجتمعات. فملف الطبي باتجاه الرياضه ملف مهم جدا. مؤسساتنا الرياضيه احنا نتعامل وياها بحالنا حال اي مؤسسه طبيه تقدم خدماتها من خلال المراجعه. يعني اي رياضي في اي اتحاد او مؤسسه رياضيه او نادي من حقه يراجع دار الطب الرياضي لتقديم الخدمات الطبيه له. يعني انتم يختصر عملكم انه مو ميداني داخل هذا المركز يعني؟ تمام. ميداني متى ما كان هناك طلب من المؤسسات الرياضيه برفتها بملاكات طبيه في حال مشاركتها ببطولات داخليه او مشاركه بطولات خارجيه، يكون يعني حال دعم لهم بهذا المجال. زين دكتور، انتم عائديتكم لمنو؟ انتم وزاره الشباب والرياضه؟ تمام. وزارة الصحة اثنيناتهم يعني هسه اللي أنا يعني مفتهمة أنه أنتوا على وزارة الشباب والرياضة فقط. زين أنتوا يعني بالنهاية يعني أطباء، وهذا الموضوع يعني مرتبط بوزارة الصحة المفروض يكون، فبنعرف الآلية شلون ماشية. حقيقة بعد 2003 أعتقد المشرع وضع دائرة الطب الرياضي أو الخدمة الطبية للرياضيين من خلال وزارة الشباب والرياضة. سابقا كان مركز طبي تابع الى دوائر صحه بغداد يقدم الخدمات الطبيه للرياضيين، يسمى مركز الطب الرياضي في بغداد، هو حاليا هذا هي البنايه الموجوده حالياً. بس في بغداد عندكم؟ في بغداد فقط. تماما. بعد 2003 ويعني بالدقه بعد اقرار قانون وزاره الشباب والرياضه ضمنت دائره عامه للطب الرياضي حقيقه تم تكليفي على ادارتها، فاصبحنا ملزمين ان نرسم لها سياسه عمل لتطويرها بامتلاك بنى تحتيه وملاكات. فبدينا نرسم انه نخصص قطعه ارض لبناء مراكز طبيه في المحافظات، في كل محافظه مركز طبي، وبناء مستشفى في بغداد للطب الرياضي. وضعنا على الورق تماما، هذا قبل يعني الازمه الماليه بال 2014، يعني تحديدا 2012 2011. فبدأنا نعمل على الأساس هذا، وكانت الرؤية مركزية من وزارة الشباب والرياضة أنه نحاول على المستقبل القريب أنه نوفر ملاكات من خلال التعاون مع وزارة الصحة
من خلال التنسيب أو النقل أو أي آلية أخرى بهذا الدعم أو تعيين. دكتور يعني نعم. هسه هاي أنت قلت أنه إحنا وضعناها على الورق، زين اليوم صار 7 سنوات تمام. من وضعتها على الورق. نعم. للآن ما تنفذ من عندها شيء، تنفذ من عندها شيء، رزت لها فد ميزانية معينة، شلون يعني أم الموضوع نسى؟ لا لا أبدا ما نسى، لكن بعد 2014 الأزمة المالية اللي صارت و تغيير الرؤية الحكومية باتجاه الخدمة المقدمة للمواطن من خلال إيرادات أو غيرها، أصبحت هذه المشاريع ما أخذت الأولوية. كانت هناك مشاريع ملاعب وقاعات كانت بادين بها، فأخذت الأولوية بالنسبة لتخصيص الأموال. بال 2019 السيد الوزير السابق شرع بإنشاء المستشفى، فيمكن حضرتك أول ما جيت شفتها اللي هي قريبة على الدائرة مالتنا في المراحل الأولى بإنشائها. يعني شقد الفترة ممكن أنه تنتهي؟ يعني المؤمل أنه تنتهي بشهر الثالث 2021 يتكمل المستشفى 2021. أنت في نظرك نعم. يعني كنا احنا شايفين شلون يتم بناء احنا داخل العراق، برأيك راح تخلص بهذا الموعد؟ يعني تشوف انه اكو همه بالعمل؟ والله يعني لا امانه كمشروع هندسي يعني كبنى تحتيه هندسيه العمل مستمر، واني دائما الاحظهم من قريب، مبيتي حتى مبيتي عليهم قريب، انه حتى شفتات ليليه يشتغلون كشريك. لكن تدري مساله المستشفى بها مفردات الانهاءات هي تكون اصعب، اللي هي التاثيث والاجهزه وغير هذه ممكن تكون. نتأمل إن شاء الله يعني الأخبار أنه الشركة جادة بإكمالها بالموعد المحدد. إيش الشركة؟ عراقية؟ الشركة أعتقد ألمانية. الموضوع هو كله الدائرة الهندسية في وزارتنا، يعني أنا كجهة مستفيدة لكن الجهة المشرفة هي الدائرة الهندسية في وزارتنا. دكتور خلينا بما أنه أنت ذكرت الأجهزة، موضوع الأجهزة، هذا المركز هنا شنو الخدمات اللي يقدمها للاعبين؟ عندكم أجهزة حديثة أم الأجهزة اللي عندكم يعني هي نفس الأجهزة اللي موجودة بكل المستشفيات؟ شلون طريقة استقبالكم للمرضى؟ تستقبلون بس اللاعبين أم تستقبلون مواطنين عاديين؟ للأمانة أستاذ محمد أنه دائرة الطب الرياضي لقلة ملاكاتها الطبية والصحية، لكن هذه الملاكات خلي داخلك هنا. نعم. كم عددكم؟ كم شقد عندك أطباء؟ شقد عندك يعني معالجين؟ شنو اللي عندكم؟ الأطباء 4 أطباء، 2 حاصلين على شهادة عليا و2 ممارسين لفرع المفاصل والكسور. 4 أطباء. هاي بالنسبة للأطباء يعني البشريين، والأطباء الأسنان عندنا 3 في وحدة الأسنان. ما موجود من ملاكات أصبحت ذات خبرة بالتعامل مع الإصابات الرياضية بمرافقتهم الدائمة للفرق الرياضية والمحافل الرياضية، وأيضا هم تمثيلهم رسمي ببعض المنتخبات الوطنية بعض أطبائنا على قلة عددهم، لكن صاحبين خبرة، ونقدم قدر المستطاع الخدمة للمستفيد. تقريبا يراجعنا باليوم الواحد 100 مراجع باعتبار مركز تخصصي، ولدينا معالجين أصحاب خبرة في العلاج الطبيعي والإصابات الرياضية، لدينا أجهزة يعني تقريبا متكاملة للعلاج الطبيعي، لجلسات العلاج الطبيعي. علاجنا فقط تحفظي غير جراحي لعدم امتلاكنا لمؤسسة كأن يكون مستشفى أو مركز فعلي تخصصي لتطوير الخدمة باتجاه الجراحة، وكذلك تحدياتنا قلة الكادر بهذا المجال. زين دكتور، على ما موجود أستاذ محمد من ملاكات جاي تقدم ما عليها من خدمة، لكن صراحة هل هو هذا المتأمل بهذا الملف؟ أكيد لدينا يعني رؤى ولدينا يعني خطة مستقبلية. طيب نسعى لتغيير. خلي قبل أن نحكي على الرؤى اللي أعتقد أنه تحدثنا بها قبل الحلقة، أريد أعرف شغلة واحدة، المية اللي دا يراجعوكم رياضيين أم من عامة الناس؟ ينقسمون إلى 3 أقسام. القسم الأول رياضي، اللي هي منتخباتنا أو مؤسساتنا الرياضية القريبة لسهولة الوصول ووجود القاعات، يراجعنا تقريبا حدود 30% منهم، و30 من ملاكات وزارتنا وهم أيضا رياضيين بعضهم،
و 30% للمواطنين عاديين اللي عندهم اصابات شبيهه بالاصابات الرياضيه نقدم لهم خدمه. طيب هذا شيء جيد، معناها انه انتم يعني تعطون اكثر ما عندكم، رغم انه انت ما عندك اطباء، هو يعني مجموع الاطباء اللي موجودين هم 7 اعتقد، 3 اسنان و4 الاسنان يعني التخصص يختلف تماما عن الموضوع، هو حاله داعمه للرياضه ايضا، لكن الثقل الاكبر على الاطباء الاربعه اللي هم يعني مختصين بالعلاج الطبيعي. زين دكتور، هواي ناس يقول لك يعني من الرياضيين، خلينا نحكي بموضوع تخصص انه خصص للرياضيين لان هي الحلقه بالنتيجه على هالاساس، هذا يقول لك احنا من نجي للمستشفى الراجع حالنا حال بقيه كل الناس، يعني ما راح نختلف اي شيء، يعني انا مثلا اذا اروح لاي مستشفى راح يعاملوني نفس المعامله اللي راح اتعامل بها بالطب الرياضي، فانت رايك بالموضوع هذا شنو؟ تمام. تدري احنا مؤسسه حكوميه تتبع منظومه حكوميه عامله وفق قوانين. السياسة العمل اللي عندنا لا تختلف عن وزارة الصحة بطريقة استقبال المراجع وقطع تذكرة المراجعة ومراجعة الطبيب ثم نصح الطبيب إلى المراجع أنه يذهب إلى الأشعة أو المختبر أو أي إجراء فحوصات ثم العودة إلى الطبيب لاتخاذ الإجراء اللازم من خلال تحويله إلى قسم شعبة العلاج الطبيعي أو أعطاء شيء من الدواء الخاص بحالته المرضية. فبالعكس الرياضة إلى الأولوية بتعاملنا وياه، وأكيدا يعني أكثر مشاركة أطبائنا مع الفرق الرياضية أعطاهم في حال تواصل اللي يحث الرياضيين أن يجون من خلال أطبائهم، يعني دكتور بدران أو دكتور سعادة أو دكتور غالب هم ناس معروفين بالوسط الرياضي، فالرياضيين من يراجع على هذا الأساس أنه أكفت حالة تواصل وود ومعرفة مع أطبائنا. زين دكتور، يعني ما معناها أنه تعاملكم طبيعي مع الجميع، يعني ما تعاملهم في المعاملة خاصة، أنه كرياضيين تعاملهم معاملة خاصة عندكم من هالجانب هذا؟ يعني بعض يقول لك حتى هم يعني مثلا الرياضيين بيناتهم مثلا من يحشون يقول لك من يروح لهم اسم يهتمون به، ومن يروح لهم لاعب ما معروف حال العبرية على قولتي. لا أبدا، يعني أبدا، الأخلاق الطبية تحتم علينا أن نقدم الخدمة الطبية لأي إنسان في بالتساوي، بتدري يعني هاي أمانة علمية، يعني الواجب على كل طبيب على كل مقدم خدمة طبية حتى المعالجين أو أي مستوى وظيفي بهذا المجال يجب أن يكون بأمانة يتعامل مع الكل في نفس الحال، يعني ما عندنا شخصاً الموضوع، وبالعكس مفخرة أنه نكون حالة داعمة لرياضينا وخاصة رياضينا الأبطال وخاصة يعني الاتحادات القريبة علينا، يعني في تواصل مستمر للرياضيين. زين دكتور، يعني أكو فد موضوع أضحكي عليه، أنه أول ما أجينا دخلنا يعني ما كنت أتخيل، أنا بصراحة أول مرة أدخل هذا المكان ما كنت أتخيل أنه المكان راح أشوفه بهالطريقة هاي، يعني كأنه أي دائرة من دوائر الدولة ولا يوحي أنه هذا مركز طبي. برأيك ما السبب يعني أكو اهتمام معين من وزارة الشباب والرياضة بهذا الجانب، بما أنه أنتم تابعين لهم دعموكم في جانب معين؟ سيادة الوزير عدنان أجى زار المركز، فريد نعرف من عندك يعني. تدري الخدمة الطبية تعتمد على ثلاث ركائز، الركيزة الأولى هي البنى التحتية والملاكات ذات خبرة والمستلزمات قابلة التحديث. هذه الركائز الثلاثة يجب أن تعمل عليها الإدارة في هذا الموضوع حتى تستمر الخدمة الطبية. وزارة الشباب والرياضة قانونها بال 2012 تضمن دائرة الطب الرياضي. فاجت على رئيس هذه الدائرة أمتلك فقط هذا المركز اللي هو أعيد بصراحة أعيد ترميمه وصيانته من خلال شركة، يعني اجت مكملين بمفردات كلش رديئة ويلاحظوها 2011-2012. فنمتلك بنى تحتية فقط هذا المكان، واجينا مثل ما تحدثت قبل قليل انه على المحاضرات انه ممكن نمتلك حداثه لبنى تحتيه تليق بهذا الملف. ويمكن قلت لك انه بعد 2014 ممكن الرؤيه تغيرت لوجود ازمه ماليه. اللي نمتلكه هو هذه البنايه فقط. نمتلك اجهزه طبيه متطوره، حالنا حال الصحه، بل بعض الاجهزه ممكن نمتلكها افضل. ونمتلك ملاكات طبيه قليله لهذا الموضوع. بحثنا انه مع وزارة الصحة بالحصول على تنسيب لأطباء، وحقيقة أيضا هم يشكون من قلة الأطباء،
ذهبنا إلى وزارة التعليم العالي أكثر مرة لإيجاد فرص دراسات عليا للطب الرياضي. العراق كله ما بي اختصاص طب رياضي، سبورت ميديسن سبيشالتي ما موجود. يعني طلبنا أكثر من مخاطبة من خلال السيد الوزير السابق والحالي لإيجاد فرص لزمالات دراسية داخل العراق وخارج العراق للحصول على طبانا اللي خريج كلية الطب أن يحصلوا على هذا. هذا هو الأمل الأساسي، بأنه من خلال الطبيب اللي مختص تحصل على هيكل هرمي للخدمة الطبية. زين دكتور، شو السبب، شنو المنع أنه مت؟ ما كانت يعني حقا ما كانت استجابة إيجابية للموضوع. يعني شنو العذر؟ حقا ما أعرف، يعني ما عندي. أنا اللي واجبي أنه أنا أفاتح السيد الوزير، والسيد الوزير فاتح الجهات المعنية، وكانت الاستجابة يعني تعذر بعض الجامعات من هذا التخصص رسم مستقبلي، وبقت بهالأدوار هذا. هو المضرر الوحيد هو اللاعب؟ المضرر الوحيد هو هذا الملف اللي حقيقة المفروض يرتقي مع الرياضة، يعني يرتقي مع الرياضة. أستاذ محمد، يمكن قلتها قبل البرنامج وأقولها وأنا مسؤول عنها، أنه المشرع من خلى الخدمة الطبية للرياضي في وزارة الشباب والرياضة هذا خطأ كبير، يعني باعتبار صحيح نفتقد التعزيز والتقييم لهذا الملف. يعني عندنا تحديات أنه منقدم خدمة ما عندنا تقييم وتعزيز مثل ما موجود دوائر الصحة العامة في وزارة الصحة. يعني من عندي نقص يصير بالملاكات ما حد يقدر يعززني به، لأن أنا ما تعمل وزارة الصحة، فوزارة الصحة هي بمعنى أنه يلا قادر على أنه تعزز مؤسسات الصحية بهذا الملف. الأولى أنه هذا الملف يرجع إلى وزارة الصحة كملف خدمة طبية. الخدمة الطبية للرياضي ما عادت هي إصابات رياضية، حتى المؤسسات الرياضية الدولية الفيفا أو غيرها أصبحت تهتم بحالات الطوارئ والكوارث اللي تحدث بالتجمعات البشرية الرياضية أكثر ما تهتم أو يعني تكون لها أولوية من الإصابات الرياضية، أعمال الشغب. تمام، إيه بالضبط، لأنه غادروا هاي المساحة اللي إحنا قاعد نرجع عليها، مراكز تخصصية ومستشفيات جراحية وإلى آخره، يعني سيطروا من هالجانب هذا، فراحوا يهتمون بالجانب الآخر، جانب الجمهور وسلامة الجمهور وإلى آخره. احنا ما نمنع انه المؤسسات، اي مؤسسه طبيه تكون على حساب الخاص استثماريه او برايفت هوسبيتالز، تاخذ هذا الملف تقدمه حال مؤسساتنا الطبيه، مستشفى النسائيه. يعني تنصح بالاستثمار بهالمجال هذا؟ لا بأس، بالنسبه لا بأس، يعني بالعكس هو هذا ما معمول به بالعالم. اجي احد طرح عليك فكره الاستثمار انه يستثمر هذا المركز ويرجع يعيده من جديد؟ كانت اكو محاولات بال 2015 بفتره احد الوزراء السابقين، اجت شركه زارت، لكن يعني الظاهر يعني المبنى ما كان ملائم لهذا الموضوع فتراجع. هم ما عندهم علم انه انتم راح تسووا مستشفى؟ يعني ممكن انه يقول لك لا كانت متوقفه. لا كانت متوقفه حقيقه. واحده من يعني الرؤى المستقبليه اداره المستشفى هذه تكون ممكن بطريق الاستثمار، وهو الانجح. يعني دكتور، يعني هسه خلينا في موضوع المستشفى والاستثمار. يعني انت هسه الان تقول اذا احنا رحنا الموضوعات الاستثمار ممكن يكون الموضوع مجدي اكثر. زين، هذا المستثمر من يجي يستثمر ويسوي مستشفى، اجهزه حديثه، رعايه طبيه صحيحه، اطباء متخصصين في الطب الرياضي، هذا باشر هم يريد يطلع فلوسه. زين، هاي المبالغ اللي راح يفرضها على اللاعبين راح تكون على الوزاره، راح تكون على منو؟ استاذ محمد، حاليا احنا عندنا لجنه من مدراء عامين من الوزاره ندرس مستقبلية إدارة هذه المستشفى. حقيقة يعني عندنا أكثر من مقترح، كل مقترح بتحديات. المقترح الأول أنه يدار بالطريقة الحكومية مثل ما موجود مؤسسات الصحة، وزارة الصحة، وبتحديات أيضا هذا لازم نمتلك ملاكات تنسب من الصحة أو نخصص مبالغ بالموازنة لتعيين ملاكات طبية. هذا مقترح. المقترح الثاني شراكة بالتشغيل مع مؤسسة معروفة أيضا إحدى المؤسسات الموجودة بالعراق، نقترح أنه ممكن شراكة بالتشغيل للفائدة. خالين في بالكم مؤسسة؟ أكو مؤسسة، يعني أكو بحال دراسة الموضوع. يعني تدري الخدمة الطبية نحتاج لها أنه ترتقي إلى مستوى الحداثة ما يليق بالرياضة.
يعني ما نريدها مستشفى تقدم خدماتها يعني بشكل عام وما بها فد نوع من التطوير والحداثة. وهذا الموضوع اللي نشوفه ناجح بالعالم هو حقيقة أكثر شيء بطريقة الاستثمار، التشغيل أو الاستثمار. نفكر أيضا بالاستثمار الكامل، يعني ممكن أيضا هذا مقترح يدرس، أنه نعطي المستشفى إلى مستثمر ونأمل أن المستثمر يكون عنده يعني خبرة بهذا المجال بالعمل وكاسم معروف بهذا المجال حتى يبقى يحافظ على اسمه بنوع تقديم الخدمة الطبية. يبقى أكيد التحدي نروح دائما نروح باتجاه جباية الأموال والاستثمار، راح نحصل على خدمة عالية المستوى لكن المستفيد ممكن يكون عليه الاثر المادي. والله المفروض انه مستشفياتنا كلها ينظرون في امرها مو بس الطب الرياضي، لان احنا واقعنا الصحي منهار تقريبا. يعني احكي لي بازمه كورونا صارت عندكم مساهمات انه عالجتوا اشياء؟ لا احنا يعني عندنا كان دور شفت الرياضيين عانوا ما عانوا. نعم يعني عندنا الله يرحمه علي هادي، الله يرحمه كابتن احمد راضي، وكثير من الرياضيين يعني هذا الوباء يعني خلص قضى عليهم. ما قدمتوا فد؟ احنا كوزاره الشباب والرياضه بالعموم قدمنا بعض الواجبات اللي اشارت علينا بها قرارات خليه الازمه، اللي هي التباعد، اللي هي الحمايه الوقايه الشخصيه. السيد الوزير وجه أن تكون القاعات الرياضية هي مستشفى عزل مع بالتعاون مع دار صحة الرصافة والعمل جاري عليها. تقديم الخدمة الطبية بالعكس قل، لأن احنا مركز تخصصي فحصرنا العدد فقط على الرياضيين في أيام الدوام. والخدمة الفعلية لكورونا كانت مناطة المسؤولية لوزارة الصحة ومؤسساتها حقيقة، حتى شاركنا أيضا بتوجيه من السيد الوزير أنه فحص الرياضيين قبل بدء المشاركة، وأصور قاعة الشعب لمدة 5 أيام أنه كان فحص الرياضيين، يعني قصدي أخذ عينة تلفحص لكورونا، وأيضا طلعت بها عندنا أعداد من الرياضيين كانوا مصابين وكان هذا دورنا. زين أندية الدوري تشوف أنه أكو التزام، أكو فحص، هاي شلون؟ نعم حقيقة هو هناك فجوة كبيرة. وزارة الشباب والرياضة رسمت سياسة كاملة، كانت لجنة برئاسة السيد المستشار لشؤون الرياضة رسمنا سياسة الإجراءات الوقائية في حال عودة النشاط الرياضي. فأكيدا وزارة الشباب والرياضة تراقب هذه الواجبة، تراقب هذه الإجراءات، لكن توفير الإجراءات مسؤولية المؤسسة الرياضية. يعني طريقة فتح القاعة، طريقة الحركة داخل القاعة، مشاركة عدد اللاعبين بالتدريب أو بالنشاط الرياضي. فكانت عندنا خطة تكون هناك في البداية المؤسسات الرياضية اللي ما بها تلامس، وبعدين اللي تلامس جزئي والتلامس الكلي يتقسمنا للألعاب الرياضية حتى نبدأ بها. بدأت بعض الألعاب الرياضية بس واقعا يعني لا توجد إجراءات وقائية في كثير من النشاطات الرياضية اللي عادت. زين دكتور، يعني كثير من الأمور اللي تحدث بالساحة الرياضية بما فيها بسبب هاي جائحة كورونا، يعني شفت ان قوة رجع الدوري، يعني احنا هسه رجعنا، منع الجمهور من الدخول الى الملاعب، عدم نقل المباريات على القناة الرسمية، القناة الناقلة اللي هي قناة العراقية الرياضية مثل كل موسم وكل دوري، أدى إلى دفع الجمهور، لأنه الجمهور بدأ يهدد أنه يدخل الملاعب العراقية عنوة إلى المدرجات. فبرأيك أكو إمكانية معينة عندكم في رؤية معينة ممكن تساهمون بطرحها على اللجنة التطبيعية وتساهم في دخول جزء من الجماهير، مثل على غرار الأندية الإنجليزية اللي شفناها شلون دخلت جزء من المشجعين الى الملاعب العراقيه؟ نعم استاذ محمد، حياه الانسان اهم من كل شيء، هذا مؤثر. فقرارات خليه الازمه هي واجبه التنفيذ لان صادره من جهات عليا ذات خبره ورؤيه في كيفيه اداره الملف الطبي بهذه الجائحه، فعلينا الالتزام. لحد هذه اللحظه رجعت موجات اصابات كثيره في البلدان حتى المتطوره منها، ورجعت بعض الإجراءات الصارمة بالتباعد والعزل وغيرها. فيعني ما نقدر نراهن كرؤية شخصية طبية
ما نقدر نراهن على حياة الناس بعودة النشاط الرياضي بالشكل اللي يسمح للجمهور بالدخول أو غيره. دكتور مثل ما تعرف الجمهور يقول يعني انتم تعال اقول لك مانعين من دخول الملاعب، وروح شوف المولات، زيارات الاربعينيه، التظاهرات المليونيه، ليش اشمعنا احنا خلونا نضمونا في واقع معين نجي ندخل به الى الملاعب، ملعب ابو كامل يشيل 30,000 متفرج، خلي يشيل لفد 15,000 يشيل له 10,000، انت برايك شنو هالموضوع؟ هو حقيقه كل واحد يشتغل حسب مسؤوليته بالالتزام بالقرارات وطريقه يعني اتخاذ الاجراءات. موضوع على فرض ثلث العدد او نص العدد او 10% من عدد المشاركين بالقضيه الرياضيه، هذا على مستوى الفرض ممكن، لكن مستوى التطبيق في اكثر الاحيان يعني صعب جدا. صعب يعني هي هاي المشكلة، انه انت ما تقدر تضبط ايقاع المجاميع اللي تجي، فصعب شوي الموضوع. انا يعني ايدك بهالجانب هذا. دكتور وصلنا هسه الى فقرتنا الاولى اللي هي فقرة سؤال العرب. سؤال العرب يقول: ماذا لو كان دكتور حيدر وزير شباب ورياضة او وزيرا للصحة؟ ايش راح يسوي للطب الرياضي؟ لكن اجابة هذا السؤال بعد الفاصل. احبة المشاهدين انتظرونا واجابة هذا السؤال لكن بعد الفاصل. أحبتي المشاهدين عدنا معكم بعد الفاصل. وسؤال العراب، الدكتور سؤال العراب: ماذا لو كان دكتور حيدر وزيرا للشباب والرياضة أو وزيرا للصحة؟ شنو أول خطوة راح تقدمها للطب الرياضي؟ طبعا هو بالنتيجة سؤال افتراضي يعني. نعم، على سبيل الفرض أكيدا وزير الشباب والرياضة مو اختصاصي، أنا رجل طبيب، فأكيد الأولى بي أنه يكون من المختصين في الشان الرياضي. لا، هو هسا احنا فرضنا على سبيل الفرض فرضنا الحجر الاساس هو اعاده برؤيه شامله كل القوانين والعمل عليها بشكل جاد وجهد استثنائي لبناء قاعده قانونيه وتنظيميه للحركه الرياضيه، وكذلك قانون وزاره الشباب الرياضي. وزير الصحه ما تأمل لي، تحدياتك كلش كبيرة. أنا هسه خصصت لك الموضوع. لا. أنه إذا أنت كنت وزير شباب ورياضة أو كنت وزير صحة، شو تسوي للطب الرياضي؟ للطب الرياضي أكيد هو حالة الملف إلى وزارة الصحة كخطوة أولى، وعادة العنوان الطب الرياضي وضعه في كل مؤسسة طبية فيها اختصاص للعلاج الطبيعي، حتى ياخذ انتشار هذا الملف لتحفيز الاطباء للحصول على منافسه في الحصول على تخصص بالطب الرياضي. الاطباء يعني اللي ما عنده شهاده، وبنفس الوقت انه احصل على خدمه طبيه في كل مؤسساتنا العراقيه للرياض. واذا كنت وزير شباب العفو وزير صحه؟ هو العمل عليه هو انه اركز انه يكون الشغل باتجاه وضع هذا العنوان في المؤسسات الطبية التي تمتلك علاج طبيعي، يكون عنوان الطب الرياضي موجود. زين دكتور، هسه احنا حكينا هواية، نريد نوقف على فد مسألة معينة. الدعم المادي لكم شلون؟ طبعا احنا دائرة عامة، اكيد مرهونة تخصصاتنا المالية بتخصصات وزارة الشباب والرياضة، والسنوات الأخيرة من 2014 إلى يعني إلى هذا الوقت يعني متواضعة جدا التخصصات المالية. تحدياتنا كبيرة بالملف وتحتاج أكيد إلى مبالغ. المؤمل إن شاء الله إذا بقى الملف في وزارة الشباب والرياضة، أملنا بإكمال المستشفى حتى نقدر نكمل يعني تقديم الخدمة، ممكن يكون بشكل أفضل، لكن تحديات تبقى كبيرة إذا بقى في وزارة. قد تخصيصاتكم المالية سنويا؟ يعني برأيك يعني التخصيصات المالية بأبواب الصرف حسب الاحتياج، مرهونة بوضعنا الحالي بملاكاتنا، بمعنى أنه ممكن أوصل إلى 30 إلى 40 مليون دينار تخصيصات الأدوية، سنوات ممكن أوصل 25 مليون حسب احتياج الأدوية. يعني هذه في فترة كورونا أكيد تقل التخصصات بالنسبة للأدوية، لأن يعني قلت المراجعين والوضع العام يعني
ايضا مرهون الادويه بالفحص حان حال وزاره يعني الصحه. يعني هسه التخصيصات الماليه اللي تعطيك اياها الوزاره، وزاره الشباب والرياضه، بس للادويه تصرفها على الادويه ام اكو تخصيصات اخرى؟ اكو تخصيصات متواضعه اخرى للمستلزمات الطبيه، للمستلزمات المختبريه، للاشعه، لصيانه البنى التحتيه في الدائره. هذا مرهون بما متوفر في الوزاره من هذه التخصيصات، والحاجه يعني بالدائره لهذه التخصيصات. احنا جينا شفنا شويه اكو يعني اكو اعمال صيانه، اكو اعمال صيانه اي في بعض المرافق الصحيه، بس فقيره يعني على مستوى غرفه والله المدير العام بها مشاكل يعني. لا تمام، هي يعني تحدثنا انا وياك قبل البرنامج انه البنايه هي اصلا بنايه من السبعينات، وتم تاهيلها بال 2012، وهذا التاهيل ما انطها شيء من الحداثه باعتبار هي قديمه، وتوزيع الفضاءات ما يلائم العمل الطبي. يعني الغرف المتداخله بشكل ما تعطيك الحداثه بالعمل الطبي الحالي، فتشوفنا نعاني احتياجنا للتخصصات بصيانه البنى التحتيه بالقدر اللي يمشي الشغل. زين دكتور، يعني احنا نشوف يعني هسه هذا اهم جانب ايضا ممكن انه يعود لكم بمردودات ماديه حلوه، يعني نشوف احنا اللاعب العراقي من ينصاب يعني راسا ما يفكر بالعراق اصلا، يركب طيارته يروح تركيا، يروح القطر، يروح لبنان، يتعالج اذا اصاب بالرباط الصليبي الى اخره، يتعالج هناك. يعني هل العراق هو عاجز عن معالجه هذه الاصابات؟ لا اكيد استاذ محمد، الخدمه الطبيه بها مستويات ترتفع عموديا حسب نوع الخدمه، الخدمات الطبيه تبدي بخدمات تحفظيه بمعنى غير جراحيه، و ترتفع عموديا بنوع الخدمة، من عمليات جراحية، من عمليات بالناظور، من عمليات دقيقة، فهذه أكيدا متوفرة في مؤسساتنا الصحية في العراق، في مؤسساتنا وزارة الصحة. لكن في دائرة الطب الرياضي احنا فقط نمتلك العلاج التحفظي، بمعنى العلاج الطبيعي اللي هو يعني خلينا نقول بين قوسين اللي ما نستخدم به الحاله الجراحيه فقط. لا هسه انا سؤالي ما كان على المركز نفسه، لا. انا سالتك يعني بصوره عامه. موجود كل لا لا, لا 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 ابدا تماما، التخصصات موجوده. شنو هسه هذا؟ ليش يعني من برا؟ يعني في اكثر الاحيان احنا نعاني في تقديم الخدمه الطبيه، طريقه تقديم الخدمه الطبيه. في الخارج اقل عمليه ممكن 10,000 دولار فما فوق. ينطونا خدمه بمعنى تمريضيه وفندقيه بالظاهر بشكل راقي جدا، لكن الحاله العلميه الطبيه هي حال ما موجود من عمل طبي في العراق. اي ما هو علاج، أي ما هو المشكله علاج المريض يجوز ما اعرف انا ممكن مرات 40%. اي نعم، احنا نقول مرات مطربه الحي لا تطرب مثل ما لا مو انت تقيسها من هالجانب هذا وحقك يجوز هيك، لانه اكو كثير امور ما انصفتك بهذا المكان، لكنه المريض يقيسه غير شكل. مو انا قلت لك انا لو مريض تتخيرني تعالج داخل مستشفيات العراق، لو خارج اقول لك لا انا اروح للخارج. اول شيء راح انا اشوف الوجه الباسم اللي يضحك، ثاني شيء هي هاي الخدمه الفندقيه اللي انت حكيت عليها ايضا، فانا اتعالج نفسيا وبعدين اتعالج بشكل يعني جسديا. هيك العلاج هو اغلبه احنا اللي نعرفه هو نفسيا يعني. فحق انه من يقول لك انا ما اروح للمستشفى لانه المضمد يصيح علي، ما القى سرير انام عليه، ممكن يسون مشرطه بداخل جسدي اذا يفتحون جسد. يعني هاي الاشياء هي ما اجت من فراغ، شفنا حالات متكرره صارت، ولهذا الانسان ما عنده يشتغل ليل ونهار ويلم اموال طائله حتى تالي بعدين من يتمرض يقصر على نفسه، لا يقول لك انا اروح اصرف فلوس برا بس المهم انه انا اتعالج. فهي القضايا ايضا هاي مرهونه هي بالواقع الصحي اللي موجود، يحتاج اعاده ثقه الواقع الصحي للمواطن العراقي من خلال هم يجتهدون اكثر بالجانب هذا. فانا يمكن مو معك بهذا الموضوع انه انت تقول مطربه الحي لا تطرب، يعني ممكن بغير جوانب انا اقول لك اي، اما بهالجانب هذا لا اكيد. يعني انا مو متحدث، وان شاء الله لا باس ان اكون متحدث باسم وزاره الشباب والرياضه وزاره الصحه. موضوع الخدمه الطبيه هي تقديم الخدمه الطبيه كنتاجات لحياه انسان بمفردات حياتيه اخرى، بمعنى انه الحياه بكاملها اي اساءه بظرف معين مخرجاتها الصحيه تعالجها وزاره الصحه. اذا اخذنا اجراءات وقائيه
بالجانب توفير البنى التحتية والحياة الهادئة للمواطن أكيد تعود على صحته، فتقل المخرجات الصحية المأساوية اللي تتابعها وزارة الصحة. وزارة الصحة تتحمل أو مؤسسات صحية بالعموم تحمل عبء كبير لمخرجات لحياة إنسان عراقي، أتعبت الحروب، أتعبت الظروف، عدم وجود بنى تحتية، فأكيد تكون الخدمة ممكن كمية لكن النوعية ممكن تكون غير منظورة. لذلك بعضهم اللي يمتلك شيء من المادة يقول لك أنا أروح بتركيا أو غير تركيا، نفس العلاج أتفق وياك نفس حالة العلاج هي، لكن الرؤية وطريقة تقديم الخدمة ممكن تختلف. هذا مرهون بواقعنا العراق بتحديات. زي دكتور يعني. برأيك أنت كيعني عايش بالواقع ومتورج على كل شيء، إيش وقت راح نشوف مستشفى لائق بالطب الرياضي على غرار مستشفى سيبيتار في قطر أو في دول أخرى برأيك؟ والله إذا صدقت النوايا المسؤول بهذا الموضوع أكيد نحصل على شيء. صدقت النوايا إن شاء الله، نأمل أنه القائمين على هذا الملف أنه عندهم النية الصادقة بالحصول على هذا المنشأ اللي أنا أحد الأشخاص اللي يتأمل يكون مثل ما موجود في الدول المجاورة. وحقيقة أكو في المفردات الخدمة الطبية سعد محمد مثل ما قلت أنه الواجهة للمؤسسة الطبية من بنى تحتية من طريقة تعامل، هذا نتأمل أنه على المستقبل يعني. طيب دكتور خليني نجي الفد موضوع مهم جدا لطالما شغل الواقع الرياضي، موضوع المنشطات. اليوم أنت مثل ما تعرف كل الدول والقارات وأيضا الفيفا كلها تحارب المنشطات، احنا شلون نشوف طريقة محاربتنا للمنشطات داخل العراق؟ طبعا هو من جزاك الله خير من الملفات المهمة جدا للرياضة وتحدياتها بالواقع الرياضة العراقية. القانون او اتفاقية مكافحة المنشطات اللي اقرتها اليونسكو ووقع عليه العراق، وكان تسلسل العراق 173 ب 2013 اصبح رسميا العراق موقع على هذه الاتفاقية. اتفاقية اليونسكو قبالها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، هي مؤسسة غير حكومية مقرها كندا، أخذت على عاتقها وضع لائحة دولية لمكافحة المنشطات فقط في الرياضة. فعندنا كوزارة الشباب الرياضة وكجهة حكومية بالتعاون مع الوزارات الأخرى عندنا وجهين. وجه الأول أنه يجب علينا أن ننفذ ملزمين نفذ فقرات أو بنود الاتفاقية لحماية مجتمعنا من المنشطات بالمتاجرة بالتصنيع بالحيازة بفحص المواد، هاي كلها مسؤولية الحكومة. بالجانب الثاني الجانب الرياضي اللي احنا مسؤولين عنه بالكامل حاليا المؤسسات الرياضية ووزارة الشباب الرياضي اللي هو اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات. بالعالم تقسم العالم إلى ما يسمى بالمنظمات المناطقية اللي احنا بغرب آسيا ويا سوريا والأردن وفلسطين ولبنان والعراق. أنا ممثل العراق بهذه المنظمة. نرجع إلى مكتب آسيا اللي هو مقر اليابان، وبالتالي مكاتب القارات ترجع إلى الوكالة الدولية. الكل يعمل بمنظومة وتحت لائحة دولية لمكافحة المنشطات، هذه اللائحة تلزمك بإجراءات فحص ورقابة وتوعية بمعايير دولية، لكل مفردة من مفردات مكافحة المنشطات لها معيار دولي، بمعنى طريقة الفحص هناك معيار دولي لطريقة الفحص وأخذ العينة، للمختبر المجاز هناك معيار، للتوعية معيار، لإدارة النتائج وللاستثناء العلاجي، هذه كلها مفردات وبنود الاتفاقية الدولية. زين احنا المعايير اللي تحكيتها نعم تمام يعني. احنا نجحنا لحد 2013 انه دفعنا علينا من مساهمات دولية اللي هي هسه حنا وصلت بحدود 18000 دولار، بدت ب 7000 دولار سنويا، تزيد نسبة المساهمة لكل الدول مقارنة بمثلا بعض الدول 70000 دولار 80000 دولار. هاي مساهمة العراق للوكالة الدولية لهذا الملف. زين شنو وظيفة الوكالة الدولية؟ أنا أعطيها فلوس شو يسوي؟ الوكالة الدولية تدعم هذه البرامج تكمل لك يعني مجرد أنه هي وظيفتها توعوية. يعني احنا من الدول الأقل مساهمة
يعني بحسابات معادلة من الأمم المتحدة بنسبة الدخل الفرد، يعني فد معادلة حسابية أخرجت نسبة، هاي النسبة بحدود 1% توزع 1% على الدول كافة بالعالم، كل شخص له فد نسبة من المساهمات. هسه احنا نعم. جينا كملنا إجراءنا المساهمات، كملنا توقيعنا على الاتفاقية، أوكي. فعلينا أن ننزل بإجراءات فعلية. الإجراءات الفعلية أنه يجب على اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية أن تسعى لإنشاء منظمة وطنية مستقلة في تنفيذ هذه البرامج. هذه المنظمة زين حسا هاي بس نعم. خلي أدخلك هنا، هاي البرامج اللي أنت تكلمت عليها هاي احنا ما نقدر ننفذها الا نسوي شو اسمه منظمه؟ لا لا احنا حاليا وعلى ارض الواقع احنا بننفذيها. يعني اني لدي عندي مجموعه من الموظفين بامر وزاري، يعني بعضهم من الاتحاد الطبي الرياضي التابع للجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه، وهم ايضا هم موظفين في وزاره الشباب والرياضه لكنهم تابعين للجنه الاولمبيه ايضا من جهه ثانيه. نعمل على ملفات واجراءات هذا العمل، لكن المنظومة العالمية تريد بقوانينها أنه المنظمة الوطنية الرياضية في البلد هي تمسك الملف باعتبار هي الراعية لهذا الملف. وشو يمنعكم من تمسكون الملف؟ اللجنة الأوروبية يعني استجابتها للسنوات السابقة. لا حس أنت كلجنة احنا ماشيين كلجنة ماشي كلف ماشي، وأنا عندي وثيقة تثبت أنه أنا أمثل الأولمبية وامثل وزاره الجهه الحكوميه، انا قلت لك توافر، لكن هذا على مستوى شخص، على مستوى الهيكل التنظيمي حتى يعمل على هذا القانون وهذا المجال اللي هو واسع جدا مع الرياضه، يجب ان نمتلك هيكل تنظيمي. هيكل تنظيمي يشترطون ما يكون حكومي. كمنظمة مستقله. بالعالم كله واكثر العالم هو منظمه تكون تحت مظلة الأولمبية بإشراف الجهة الحكومية في نظام داخلي خاص يختلف عن الاتحادات. برأيك هسه أنا أنت من قاعد تسولف لي، أنا شفت أنه هذا الكلام مالتك لو تطبق يعني ممكن أنه أنا راح أجيب حلقة زائدة وأخليها بهالجانب هذا. ما هي اللجنة؟ اللجنة العراقية لمكافحة المنشطات اللي حضرتك رئيسها بأمر وزاري، بأمر وزاري مشكلة واعتراف دولي من قبل؟ لا ماكو اعتراف. ماكو اعتراف؟ لا ماكو. القانون يحدد على أنه اللجنة الأولمبية الوطنية إذا هي تمسك الملف، إذا هي ما تقدر تؤدي الواجبات عليها تفوضها إلى طرف ثالث. فأني كأنه هسه أني كأنما مفوضتني بالظاهر اللجنة الوطنية الأولمبية الوطنية العراقية باستمرار ملف باعتبار أنه أنا أمثلها كشخص واحد. كشخص لكن كمنظومة ما شيء ثاني. شو السبب اللي ما خلوهم يعني يخلوك أنت كتشكل لازم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تسعى لتأسيس من خلال نظام داخلي يدرس ويأخذ إجراءات القانونية حتى يكون هذا لها فالتمثيل خاص وإلى خصوصية بالعمل يختلف تماما عن العمل الرياضي. طيب هسه نعم. انت كرئيس لجنه نعم شلون تشوف يعني بعد اللاعب العراقي يتوجه يروح للمنشطات بالوقت الحالي ام تشوف انه حالات نادره؟ انت برايك شنو؟ يعني احنا اللاعب العراقي اولا هناك تقصير واضح جدا جدا من المؤسسات الرياضيه الراعيه للعبات بان هذا الملف يعطونه كامل الجديه. نفتقر حالة الوعي وإدراك اللاعب بهذا المسألة، يعني كأنه الاتحادات لا أبالية بهذا الملف، وأعتقد أكل أحد الاتحادات في أحد اللعبات ثلاث لاعبين في وقت واحد تعاطوا المنشطات أو أثبت عليهم تعاطوا المنشطات تمام، ويعني ممكن يكون على المستقبل القريب ممكن هناك عقوبات على الاتحاد وعلى الرياضي. هم بسبب هذول اللاعبين لاعبين القوى الجوية هم أيضا يمكن لاعبي القوى الجوية اثنين أحدهم حصل على تخفيض لإثبات أن هذه المادة كانت ضمن مكمل غذائي. أستاذ محمد ملف المنشطات ما يتحرك بشكل كيفي. نعم زين أكو يعني جهل أم تحايل بهذا الموضوع من قبل الرياضيين؟ والله الاثنين يعني اثنينات. استاذ محمد تعاطي المنشطات ليس معناه انه الانسان اذا نقول انتهك قواعد مكافحه المنشطات انه هو وجدنا في عينته ماده منشطه. التحايل يعتبر تعاطي.
التجارة تعتبر تعاطي، نصحك للرياض الآخر يعتبر تعاطي، رفضك للفحص يعتبر تعاطي. 10 انتهاكات موجودة بالقانون على الرياضي أنه يبتعد عنهن لأن ممكن يعتبر متعاطي. يعني إحدى لاعبات إحدى الفرق جينا ناخذ معها عينة للفحص رفضت فعقبت 4 سنوات حرمان. هذا القانون قانون مو جزائي ولا جرمي. لعبة شنو؟ هسه ما أقدر أذكرها لسبب لسبب أنه بعض اللاعبين من خصوصية القانون أنه يجب أن تحترم حقوق الرياض. حقوق الرياض عندنا توقيتات قانونية للإعلان عن الرياض. يعني هسه حاليا إذا تدخل على موقع وزارة الشباب والرياضة دائرة الطب الرياضي تلقى قائمة بأسماء المتعاطين والنشطات نعلن عنهم ورا 21 يوم من اكتساب الدرجة القطعية لحكمهم. تعتقد هذا اللي صار ويا دان حسين ويا رند اللي صار المرشح للجنة الأولمبية ويعني ثاروا هاي الموضوع بيوم الانتخابات أو قبل الانتخابات وأقصوها من الانتخابات؟ لا لا هي يعني هل هذا الموضوع أصبح للتسقيط والتشهير؟ والله والله بجنبه الكبرى هي التسقيط، لان من حقوق الرياضي ان تنحفظ اولياته ووثاقه بدون ان يعلن عنها الى ان يتم البت في قضيته. اللاعبه يعني شهر بها بطريقه واخذت يعني فد رؤيه غير طيبه عليها من خلال هذا الملف، وهو حقها انه الموضوع بعد ما كامل. زين هي بالنتيجه نتيجتها طلعت هي متعاطيه منشطات؟ يعني ما أثبت عليها لحد هسه. ما أثبت. القضية بعد هي مفتوحة قيد الدراسة. أستاذ محمد بعد أخذ العينة يعطى إشعار إلى الرياض إنه أنت منتهك لقوائم قطع النشاطات، فإلك الحق بلجنة استماع ولجنة إدارة النتائج. بعد ما يكمل وثاقة نبعثها هذه الوثائق إلى اللجنة المختصة بإدارة النتائج تدرسها بالكامل توقع العقوبة. هذه العقوبة إلى حق الطعن بها. هاي العملية اللي حكيتها خلال قد كم يوم؟ ما تختلف من قضية لقضية حسب الدراسة، يعني بعض القضايا صار لها ممكن 6 أشهر ما محلولة. 6 أشهر؟ أي من حقها، وبعضها لا خلال أسابيع قليلة يصدر حكم. يعني هذا اللاعب راح يتدمر نفسيا قبل لا يجي بالقانون. أي لا هم حاليها بالقانون، بالقانون يقول لك إنه أنت تريد من هسه توقف عن الرياضة توقع لنا وثيقة. تريد تستمر بالرياضة توقع لنا وثيقة. إذا وقعت استمارة الإيقاف مستقبلا لو وقعت عليك العقوبة راح تخصم هذه فترة الإيقاف من فترة العقوبة. جيد. التعاطي المنشطات وخاصة إيجاد مادة في عينة الرياضي في أكثر الأحيان بل 99.9% هو ياخذ عقوبة زمنية. نرجع ونقول القانون المنشطات هو قانون غير جزائي غير جرمي، يعني ما لنا علاقة بالمحاكم وغيرها، هو قانون خاص بالرياضة يحرم الرياضي من ممارسة الرياضة ويحرم أيضا من الامتيازات اللي أخذها. طيب دكتور أنا عندي سؤال على الجانب هذا، تعاطي المنشطات هل يؤثر سلبا على الرياضي مستقبلا؟ يعني هسه أنا اليوم فد لاعب معين تعاطى المنشطات وقدم اداء، هسه بعد اني شفته عرفته ما شفته مشت الامور مالته، مستقبلا هاي المنشطات راح تاثر عليه؟ على صحته لو على صحته. اي طبعا على صحته. تعريف المنشطات في القانون الدولي هو كل ماده يستخدمها الرياضي تاثر بقابليات البدنيه مما يؤثر على صحته وتنافسيه اللعبه يعتبر منشط. يعني مثلا بعض الرياضات اللي تريد تمتلك بها جسم ياخذ هرمونات ذكوريه وبعض تعتبر نشط، وبعض الرياضات اللي يحتاج مثلا بها الهدوء ياخذ عذرا بعض المواد المهدئه ما اريد اقول اسماء. بل تستغرب انه بعض ادويه القلب هي منشطه، البخاخ الربو يعتبر منشط عندنا بالرياضه. أي فهي هي مجموعه مواد وطرق تحضر على اللاعب ليتأثر بقابلياته الصحية، تأثر على قابلياته البدنية، أثر على صحته وعلى تنافسية اللعبة تعتبر منشط. طيب هسا احنا الوقت داركنا ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة، فقرة التوقيع الأخير. التوقيع الأخير يقول ماذا لو كان دكتور حيدر الرحيم آخر يوم إلى اليوم بالمنصب؟ يقولوا يا باكر راح تطلع من هذا المنصب، هسه بعد تطلع تروح لمكان احسن،
تروح تقعد بالبيت. شنو القرار اللي صار لك؟ انت صار لك 10 سنوات بهذا المكان على ما اعتقد من 2011. نعم. شنو القرار اللي تتمنى تتخذه يخدم الطب الرياضي وما تقدر تتخذه باسباب انه اكو معوقات كقانون كضوابط الى اخره، هاي التفاصيل الاداريه؟ شنو انت برايك القانون الصحيح اللي ممكن، او القرار عفوا القرار الصحيح اللي ممكن تتخذه يخدم هذه الدائره؟ كتابه لو اكتب لنا اياه واحكي لنا اياه حتى بنفس الوقت المشاهد ايضا يسمعك. شنو حاله الملف الطب الرياضي، حالة ملف الطب الرياضي إلى هاي ما عرفت أقرأها. كخدمة طبية، كخدمة طبية إلى وزارة الصحة. عفوا، منظور حكومي. يعني لو كانت الخدمة الطب الرياضي كمؤسسة حكومية أو كملف يرجع إلى وزارة الصحة. الصحة. وثانيا الإسراع في تأسيس منظمة وطنية لمكافحة المنشطات في الرياض من أجل رياضة راقية صادقة يعتز بها العراقيين. هذا الموضوع حصرا باللجنة الأولمبية؟ هذا شراكة وزارة الشباب الرياضة مع اللجنة الأولمبية في تأسيس هذا. الأولمبية ملتهي بالمشاكل اللي أتاسها من فارق هذا. الله يوفقك دكتور. الله يحفظك. احنا ان شاء الله كنا يعني خفيفين الظل عليك. الله يحفظكم ان شاء الله. اليوم اجاباتك كانت جيدة. ونأمل ان نوصل شيء للشارع الشباب والرياضي ان شاء الله. الطب الرياضي. نتمنى وإن شاء الله جادين بما نستطيع أن نخدم رياضينا بملف الطب الرياضي. احنا نشكرك جدا. إن شاء الله. ووصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العراب. أحبة المشاهدين شفتونا الحلقة كاملة اليوم، حلقة العراب. إن شاء الله نالت استحسانكم، وشكرنا الكامل للدكتور حيدر على الإجابة هاي الصريحة والواسعة. نأمل أنه بقادم الأيام تحقق كل المناعة اللي موجودة في الدور في بالك يا رب، وتنقذ هذه المؤسسة من وتنتشلها من هذا الواقع اللي هي موجودة إن شاء الله. نشكرك مرة أخرى. أحبة المشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا في حلقات أخرى. نترككم في أمان الله وحفظه. في أمان الله.